جبنا واحد هذا اللي بالدرع يطلع برا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اون. اليوم جات لكم فيديو جديد، وبالفيديو هذا حنطلع على الصحراء انا واحمد، بدنا نكمل على ترويض الاحسن. الاحسن اللي روضناهم اخر مرة انا ومؤيد، ولا واحد منهم هيفلي، واحد منهم بس كان لونه ازرق. توقعاتي كلها كانت فاشلة، حتى بنفسجي ما طلع لنا. المهم انه انا جهزت بعض الاشياء للبث البكرة اذا حابين تشوفوا. بس عنا الباليستا وحطيت فيها كمان طلق، وعنا كمان الفوجن هاي او العربة، وبالعربة هي حطينا خرائط ليفل 60 ومفاتيح ليفل 60، حنسويها بكرة مع بعض بالبث، فكونوا معنا بالبث بكرة. هي الرين او اللجام اللي حناخده معنا عشان نروض في الاحصنة. ايش رأيك احمد بالناس اللي يقول لك انه الحصان الهيفلي له شكل معين، هذا كلام صحيح ام ليس صحيح؟ اكيد صحيح. هلا في بالصحراء في نوع، وبالغابة في نوع، وفي بالثلج نوع. هلا بالصحراء بيجي لونه شوي على زهري اذا تلاحظ، والذنب تبعه بيكون مو شعر، بيكون مثل حبل بيجي شكله ذنبه. ضفيرة اللي بالصحراء. يب اوكي، يعني لو رحنا مثلا على المنطقة الجليدية ما حيكون نفس الشكل. بيكون في بس غير شكل. كل منطقة في لها شكلها. طب في ناس بيقولوا لك انه لازم يكون لونه سادة ما يكون ملون. لا صراحة يعني ما فيك تقرر بموضوع الأحسن، لأنه أنت بحظك، بس الأكثر انتشارا في كل منطقة لها نوع من الأحصنة. في الوايلد هورس، وفي الهورس الديزرت هورس مثلا. بالصحراء أكثر شيء يعني الشكل لونه شعره بيجي على لون زهري. طيب احنا حنروح نروض النوع هذا معين من الاحصنه، وكمان حاب انه نعمل كم تجربه بالاحصنه، انه مثلا لو الحصان على سبيل المثال اللوبدينيز تبعه ما زاد بسرعه وقعدنا عليه فتره وما زاد، عم بفكر كمان نجرب الروض، وممكن يكون لون برتقالي او عفوا مو برتقالي، بنفسجي هو يب بنفسجي، و انه نبيعه كمان الاحسن البنفسجيه بتنباع. طبعا بالحلقه هاي كمان حنروح نجمع شويه سالت بيتر، وحنروح ناخذ الدوسري من الصحراء ونحطه في غرفه التمرين هنيك، حنرفع فيها الكوماند عنا، حنرفع فيها استخدام كمان الدوسري لاستخدامه بالاسلحه، يعني يقوي هجومه يقوي الدمج تبعه، وكمان الكوماند مهم جدا نرفعه لان الشباب قربوا الان يوصلوا على انهم يستخدموا جنديين، انا لسه متاخر عنهم كما بتعرفوا، كان عندي اسبوع اختبارات، حتى الحلقات كنت مقلل فيها بالاسبوع، مو كانت كالعاده يوميا او كل يوم. هذا الذئب قاعد يركض والله. هذا الذئب قاعد يهز راسه، والله قاعد يهز راسه، قاعد يسمع الامينيم 100%، قاعد يسمع جاد راب. يا رجل والله قاعد يهز براسه. اوف اي والله. تعال 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 مسوي جانستر، مسوي جانستر، تعال. يب يب لفلو عالي ومسوي جانستر، قاعد يسمع الامينيم، هي مود. اوكي وصلنا على المكان، خلنا اول شيء حنعمله هو تجديد الثلج، ضل 11 وحده واللي هي يوم و20 ساعه، حنحط ال 50 هاي صار عندنا 8 ايام و8 ساعات. ما جبت 50 وحده هو الماكس الثلج اللي فيها نحطه، ما فينا نحط ثلج اكثر منه. ولا يب ما فينا نحط ثلج، خلص اكثر شيء فيك تحطه اللي هو ال50 حبه ثلج. طيب حخليها هون وبعدين ببقى ازيد انا لما اتنقل من هون وهنيك. 14 علم، خلينا ناخذ علم، نجدد العلم كمان، باقي بالعلم عنا لنشوف 12 ساعه، خلينا نجدده على الحالتين، صار يومين، وخلينا نشوف الاحسن. انا جبت حصان واللي هو ال51 هذا و52، طبعا الباقي قتلتهم عن بعد لانه كانوا فاشلين بشكل كبير. طبعا احنا جبنا معنا احمد المره هي لانه هو عنده خبره بالاحسنه، ف ان شاء الله على ايد احمد هالمرة حنجيب حصان هفلي. طيب عنا هذا سرعته 789 وهذا 790، حناخد واحد منهم، هل هم ذكر وانثى؟ ذكر وانثى، فحخليهم حدخل الحصان هذا عنتر مع الحصانة هي، اخليهم يتزاوجوا، وحاخد الحصان هذا، اطلع الحصان هذا نعمل له ريتريف، مهم نقطع الاسطبل، الحصان هذا حنعمل له ريتريف، طلع عنه، وحناخد السدل تبع الحصان تبعنا هذا ومع الدرع تبعه، اخذ كمان الاكل، وهذول كمان فينا ناخذهم معنا، وحنحطه هون، حنفوته لعنتر هون. طبعا الحصان هذا عنتر جبناه خلف الكواليس، ما جبناه معكم فما اتوقع انكم شفتوه، سميته عنتر، قلت يلا عنا عبله فخلينا نسمي عنتر كمان. البراميل هذول كان لازم اخليهم بالبيس، جبتهم معي بالغلط، طيب مش مشكله،
حنزيد الاكل 20 حبة هون، عنا كمية اكل حلوة بس لا ازيدها، قد ما حطينا ما حيكفي، وحنحط كمان شوية اكل هون، اتوقع 24 بكفوا، خلينا نرجع نحط ال20 هاي هون، وبدي اخليهم يتزاوجوا هدول الاثنين. بس اول شيء خلينا نشوف كم حصان فينا نجيب. فينا نجيب 3 أحصنة يب غير اللي عنا، فاتوقع حقتل عبلة اذا ما كفى المكان، حقتل عبلة للاسف. طيب خلينا نشوف الحصان هذا هلا، اذا حطينا عليه الدرع والصدل قديش حيكون سرعته؟ صار 755، حلو، احسن من اللي كان معنا، احسن من اللي كان معنا. طيب في حركة الشباب عم يقول لي اياها، اني استخدم الرين الضعيف الفاين رين، ما عندي فاين، فحستخدم الكورس اجرب اني مثلا اركب على الحصان، اذا انقطع وانكسر معناتها الحصان هذا قوي واستخدم معه الادفانس، فاحنا حنجرب واحدة هيك وواحدة هيك لنشوف زبط زبط ما زبط. احنا على الحالتين عنا معايير هالمرة حنمشي عليها لنشوف اذا حنقدر نجيب هيفلي او لا. طيب وهذا مغربي وصل عندنا كمان، هو اليوم حيطلع معنا في الحلقة، فحيجيب معنا اتوقع احسن، حيجيب معنا احسن صح؟ اروح معكم ان شاء الله. يب الاحسن اول حصان هيفلي لي والباقي لكم. لا تمام، انا عندي عندك 12 واحد عندك. هذا الحصان اللي قدامي لون واحد ليفله 47، بس خلينا نجرب نجيبه ليش لا، انا قاعد نجمع احسن وما لقيت، يعني هذا احسن شيء لقيته. طيب شباب احنا روضنا عدة احصنة او جبناهم يتروضوا، هذول 3 احصنة متأكد انه واحد منهم حيطلع هيفلي لانه اخترناهم بعناية بتقدروا تقولوا، باللون بالشكل بهذا، اخذنا كل النصائح والخزعبلات الناس كلها عم بتقولها وطبقناها، ف بعد التعب هذا كله يعني قعدنا شي ساعة كاملة هون بس ننقي أحسن، مو نجيب أحسن، ننقي أحسن، لدرجة إنه وصلنا ما عاد لقينا أحسن غير اللي إحنا شفناها، فأكيد حيطلع واحد منهم هيفلي، وإن شاء الله يعني مو أكيد، إحنا ما فينا نقول 100%، ما بتعرف اللعبة ممكن حاب تلعب تمزح معنا، مزح ثقيل كالعادة، بس على الحالتين إذا واحد منهم ما طلع هيفلي، وحتى إذا ما طلع فكرنا إنه نطلع ننزل نحط اسطبلات جديدة تحت عند المنطقة المستنقعات هون، المنطقة هي كلها أحصنة، وفي منطقة النمور هون للغابة، بيقولوا هنيك في ألترا هيفلي هورسز، وهنيك حيكون الموضوع أصعب وأصعب، حالياً إحنا اللي حنعمله حنروح ندور على سالت بيتر أنا وأحمد، نجمع سالت بيتر ونكمل على القاعدة ننزلهم، وحنعمل حرب مع الجنود أو هذول المرتزقة، لأنه صراحة أزعجونا، وكل ثانيتين بيجوا كل ثانيتين بيجوا، فحنعمل حرب نشيلهم عشان ما عاد يرجعوا لعنا. فخلونا نروح نوصل على منجم السالت بيتر وبرجع لكم. طيب شباب احنا وصلنا عند مكان هون للسالت بيتر، واخذ معي طبعا الدوسري خليه يجلدهم عشان كمان نرفع الكوماند، انا حاطط 5 نقاط بالكوماند، يب حاط 5 نقاط بالكوماند، حدخله هو عليهم، خلينا نتفرج عليه من برا يا احمد اذا بيشيلهم لحاله ولا لا، اذا ما بيشيلهم بنفوت بنشيله. لا اتوقع الدوسري يعني انه ما شاء الله عليه يشيل دمجه عالي، 750 دمجه، والله فات جلد الثاني، روح روح اجلد، خليه خلينا نشوف بس اذا 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 حيموت بنفوت بنساعده، سهل لانه مساعدته، لا تلوث لا تلوث اللوت تبع الجندي تبعي، اجلد اجلد اجلد. حيدر هلا شوف والله شوف لوحده شغال، انا ما حساعده ما حساعده. عم بضربك هذا ما قاعد يدمجني، ما قاعد يدمجني، والله شال قاعد يشيل ما شاء الله عليه. هذا وليفل 50 لازم نجيب ليفل 60، صدقني ليفل 60 حيكونوا عجوبة. حلو واحد يجي هنا ويرفع الكوماند حقه على الجنود الضعيفين هذولا. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. أحلى طريقة تلويد فلوس شباب، بس جيب الجندي حقك دخله وجمع فلوس. طيب بما انه احنا خلصنا حجمع السالت بيتر هذا وارجع لكم. باك شباب وصلنا على مكان تدريب هون، حنخلي الدوسري، الدوسري هون حيكون الموقع هلا، حيقعد يتدرب هون وكمان يعطينا زياده بالكوماند، هو على الضرب اللي هو عم يعمله حاليا بيرفع عنده الكوماند. طبعا كنت عاطيه سلاح ضعيف بس انكسر اللي هو اكس، اعطيته اكس وبدي اجيب له شويه مطارق اللي هو يضرب فيها، فبدنا اجيب له اياهم ويصير يضرب هو الجندي، كل ضربه حتزيد طبعا، حاليا ما عم تزيد منيح لانه عم يضرب بايده، فلما يضرب بالاكس حيكون افضل. بس تورطنا لقينا الجندي هذا منفلت او متروك والباقي مربوطين هون، فما بعرف صراحه لازم انه ننيمه ونرجع نحطه بالمكان هذا او بمكان التربيط هاي ونرجع نتركه مشان يعلق بالمكان مع الشباب هذول. طبعا في الاخ هون مات لحد شاف شيء، فلازم انه ننيمه، لازم انه يكون معنا كلب، بس انا ما معي كلب، كيف حنفوته؟ لحد يسمي، حنحاول نجرب، تعال خلينا نحط الجندي تبعنا هون، فوت لهون، فوت 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 لهون فوت لهون. طيب بدنا نحاول كمان هلا نطلعه بدون ما يطلع الجندي هذا، لانه ما معي كلب، فبدي احاول انه اطلع الجندي تبعي بس ما يطلع الجندي هذاك، اوكي هيك انحبس وصار هو جوا. طيب هلا حضربه واحاول انه اطلعه. اوه الدوسري اجى مرة ثانية، الدوسري يروح لهنيك، هل راح الدوسري؟ والله ما اتوقع انه راح، ف
روح هنيك دوسري. طيب حسحب هذا لهون، اسحبه لهون، بعدين حرجع اركض اركض اركض، بسكر الباب، بس حبسته جوا. طيب شباب احنا رجعنا للبيس، والان جاي افكر انه نسوي ديكلير وور، بس قبل ديكلير وور خلينا نرفع القامه مع بعض. تمام كذا نورت عندنا. طيب حندخل على الايفنت هنا اللي على اليمين وحنضغط على كلمه ديكلير وور، بعدين خلينا نقرا ايش مكتوب. اوكي جاي يقول انه الان اذا سويت كونفيرم انا فحيهجموا الان على طول، حيهجموا علينا، فلازم نكون جاهزين وكلنا مستعدين لانه حيهجموا وحنقاتلهم الان. فشباب في هنا مهرج جنبي، وينك مؤيد؟ وين الشباب؟ طيب شباب خلينا نتجمع كلياتنا ونجهز نفسنا وارجع لكم نسوي ديكلير وور ونجلدهم. اوكي شباب حانت ساعة الحقيقة، تجمعنا كلنا هنا، الشباب جاهزين جايبين جنودهم، ما حندري صراحة من وين حيهجموا، بس معانا البليستا وفتحت الحصان حقي كمان انه احد يقدر يركبه ويمشي فيه وانا اركب على البليستا واضرب، بس حنستخدمها حالة انه كانوا اقوياء ولا انهم ما حنقدر لهم، لانه البليستا احنا مجهزينها للبث حق بكره، راح نروح نجيب ليدرات ليفل 60 وحنروح كمان على الخرائط. فخلنا ندخل على الانفنتوري، نروح عند الايفنت كلير وور. نعم احنا جاهزين وفولي بريبيرد. اوكي الحمله جايه باتجاهنا، خلنا نطلع على الاسوار. يب يب انا حطلع على السور اليمين، انت على اليسار ولا؟ انا طلعت عند اللي جنب المناجم. اللي جنب المناجم؟ اوه انا هذاك اللي كنت حروح عليه. طب مش مشكله بقدر اصلا نكمل. يب 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 روح انت على اللي عند المناجم. شباب حد يروح من ورا واحد؟ وين؟ فاتوا جوا البيس هيهم. وينهم وينهم؟ عندك؟ تعال الشباب. تعال محمود، تعال محمود، طلهم روح له. شو يسوي هذا كان هان؟ بلاصه شو؟ كان يقتل في الشباب النايمين على الارض هذا منهم. اي والله لا اذا بيموتوا الشباب هذا هو؟ يب رسبنوا هنا، افتح البوابة الرئيسية اللي يقعد يكسروا فيها. ما عندنا مشكلة خليه يدخل، حتى إذا قتلوا الشباب لوتوهم وهربوا، سأل نفسك ما تدري. أفضل طريقة تسرق فيها اللوت. الاسطبل عند الاسطبل ما في أحد. لسه ما جو، البوابة الرئيسية مفتوحة يب. ممكن ياخذوا لهم شوية وقت لين ما يوصلوا على فكرة. بس هذا وصل لإيش هذا؟ وصل استكشاف استطلاع يمكن. أدري لما أجي أشوفهم، بس الآن كاتب لي هذه إنه جايين حملة. والله يا رجل في هنا شوية قمح طائر. وين هذول؟ احنا سوينا ديكلير وور وقاعدين نستنى. الهستراتي صارت صفر. الوور كانت عباره عن الجنديين اللي جو انتعسوا وراحوا. بس هذا الوور شباب، احنا مجهزين نحشنا وجايبين كل الشعب. ال 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 الكلان كله صار هنا يا رجل. هو عباره عن اثنين جو هنا انتعسوا ماتوا لوتناهم شكرا، بس خلاص هذا الوور عباره عن اثنين بس. يلا خليها. الله الله عيب الله عيب. هذا هو هذا هو كتبوا انه خسروا وما يقدروا يسووا هجوم ثاني الان، فنزلت الهستيلتي 6 وشوفك غير مره. طيب اتوقع انه الباندت او الشيناي ترايب هذول اثنين ممكن يهجموا علينا في يوم من الايام، لانه بدات تزيد عندهم الهستيلتي، فمن تزيد كمان نرجع نعيد الحركه هذه، بس نخليها تطلع شويه ل 30 حاجه عشان يعني يجينا كم واحد مر، بس اثنين لا 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 عيب والله. طيب شباب في عندنا هنا نزال حيكون ما بين محمود، وين محمود؟ هذا هو محمود ويسبر، واحمد. احمد يقول انه حيقدر يقتل محمود، هنشوف وين اخرت الهياط. نشوف. طيب احنا حنوقف هنا، حيبدو بدون ما نقول لهم بدون ما نعود، ما شاء الله دخلوا على بعض. محمود بال 200 واحمد معاه بولرم، فالدمج حق محمود حيكون اقوى، بس الدمج حق احمد مسافه بعيده. قاعدين يدوروا حوالين بعض، اللعبه مو قتال، لعبه حبشه. يا اخي انزل انزل عن الخيل، انزل انزلوا على الخيل. بدون خيل تقتلني يا اخي، لبلك عالي يا رجل. بالخيل حيقتلك، حتى بالخيل قتلك. تعال ساعدوني، تعال تعال خلنا ننقذ المسكين هذا. انا خلاص ضربه بس اكلها. محمود كم جات الضربه؟ اعطيته ضربه 2000 وشوي. ضربه والله روحني مو كثير. انقذوني يا شعب، هيك يكون قاعدين هاي البوت بوت هيك عم تزنوني عم تزنوني. الله على الروح الرياضيه. لا تنقذوا لا تنقذوا لا تنقذوا، خليه لا تنقذوا. والله حدا ينقذني. هيا 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 وينك يا ابو حيدر؟ هيا مود. نبغى واحد يعلقه. مين يعلق؟ انا وياك.
شيل روحك، ها خلي سكن بس. ما في اشطر شلت شلت روحك محمود، شلت روحك محمود وخلي سكن بس. ها هلا واحد، استنى استنى، حد مع حد مع حد معاه اسم اضربه من بعيد. طيب طبعا احنا الاثنين نستخدم، احنا الاثنين نستخدم 200. لا والله يب، احنا 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 القتله بال 200. ايش القتله؟ يدخل له واحد الوان هاند. اوه اوه، حد الدمج اللي جابه علي. اوف يا رجل، اي اشيلك؟ هي ضربتين ممكن اشيلك يب، بس غير الضربتين هذه تشيلني انت. اوه والله بغيت تروح يا، والله بغيت اروح يا اخي، بدروع بغيت اروح. انا اقول لك محمود، انا ما اتقاتل معك مره ثانيه خلاص. بدروعك وربي ما اتقاتل معك. لا 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 لا، تلبس دارع، الله وياك. الله وياك. عنده المتريك، عنده المتريك يا متريك. انت هو بس متريك الفيزيك؟ لا انا معي بلاك ايرون بس. اه سلاح يا اه السلاح بس مو دروع. الرجل انت بدون دروع وهيك بتروح تورط. انزل خالد، خالد خالد انزل له، انزل له يا خالد، انزل له يا خالد. بتصفق انا. يلا يلا يلا، جاي حتى انا. وينكم وينكم بس؟ طيب التحدي الان بين بالبيس كي ام اكس كيمر الملقب بخالد، لا استنى، خالد الملقب بكي ام اس كيمر ثاني ضربه، ومحمود ضده. الاثنين يستخدموا دروع متريك واسلحه متريك. القتال حيكون حامي. استنى خليني اعطيكم حركه البدايه انا. اوكي، من 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 اضرب وينتهي الضربه تبدو. اوكي جاهزين؟ يلا روح. اوه اعطاها ضربه روح دمه يا رجل. صراحه خالد جاي يضرب بس دمج حق محمود. اوه يا رجل مح، هيل 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 يا محمود هيل. خلنا ارفع ارفع الرسكيو عليكم انا. الان حتكون عندنا معركه حاميه، حتكون من راوندين، واللي هي بين اقوى اثنين عندنا في الكلان. بالطرف اللي على اليسار عندنا ويسبر، بس الطرف الثاني راح يجيب حصانه ويجي، فمعركتين حتكون واحدة بدون حصان وواحدة بحصان. نشوف مين اقوى واحد في الكلان، هل هو وليد ام محمود. خليهم يجوا ونرجع نكمل المباراة، لبين ما يجوا ونشوف المباراة حقتهم. يقول ديبي يبغى يتحدى مؤيد، فخلينا نشوف. انزل انزل له مؤيد. راح راح راح. لا حقول حقول، امسك المهندس، امسك المهندس حقنا، امسك. اوكي اوكي، اطراف المعركة، اطراف المعركة جاهزين شباب؟ طيب عندي شارتي جاهزين، جاهز. اصبر جوفاني، يلا تعال مؤيد. جوفاني جاهز؟ الله جوفاني، شوف جوفاني رافع العصاية حقته شامخا شامخا. شوف الدرع اللي عليه رجل بكتافيات، والله العظيم حتى الوجه شيطان يا رجل، والله مرعب مرعب. خلينا نروح نشيك على ويسبر. ويسبر حاططلك ذيل الحصان على راسه، حاططلك على يده، وين سلاح الجريت اكس الذهبي. هذا الجريت اكس على فكرة نفسه نفسه نفس حق ثور. ازرق ازرق هذا ازرق نفسه، لا لا اللون من برا، الشكل من برا ذهبي. هذا على فكرة نفس حق ثور، ما حد يقدر يشيله غير المصرح لهم. جاهزين شباب؟ يلا يلا الحماس. عند 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 الضربة حقتي جو. بولوم ضربة واحدة راح انزل نوك. ضربة واحدة من عند وليد والجعفر. صراحة انا ما جاي اشوف دمه كم نزل بالضربة هذه، خلنا نشوف. ما نزل ما نزل. وهذاك اوه نزل نزل وليد شوية. لازم نحاول نمشي. اوه شحب شحب سحب فيه سحبة. ويسبر الجريت اكس حقه مشكلته دمجه قوي بس بطيء. اوه شال نص ضربه. هذه مشكلة التو هاندد، هذه مشكلة التو هاندد. ما هذا الذي حصل؟ بالاحسن يفوز علينا، يفوز علينا، يفوز وليد. هنشوف هنشوف معركة بدون احسنة. طيب الان الراوند الثاني من معركة ويسبر وجوفاني او وليد ومحمود، والمعركة هذه حتكون على الاقدام. جوفاني ماسك 200 one hand اكس و 200 يا بيلعب على نقاط الضعف صراحة، و 200 من عند اخونا محمود.
عند الإشارة شباب جاهزين؟ يلا روح. أوه جوفاني يبدأها بضرب يكونتر وسبر. وسبر يرد عليه بضربة أكس يشيل ربع دمه. بس وسبر قاعد ينزل دمه بسرعة لأنه الكاونتر حقه ون هاندد. تم الكاونتر. تم الكاونتر. جي جي كاونتر تايم. كفو كفو والله. والله كفو. صح عليك. اجاني اجاكم البوت يا اخوان مين يتواجه معه؟ ما اقدر اخلي مندي يهجم، ابي يهجم على محمد. والله قاعد اخليهم يهجمون على محمد بس ما ما يهجم ما يهجم. ربي شو وليد والله جايك باسلحه اقسم بالله احسن اكثر من زربه بس يلا جاي 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 يريد يقاتل. لا 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 وليد يلا 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 تعال هل تقبل ثلاثة؟ يا تعال يا تعال استنى 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 يا تعال يا تعال انا ما جاهز ثلاثة من يعني من صعبة صح ولا اثنين؟ ضعيف سلاحي لا دامجك دامجك ضعيف جدا يا خالد انا قلت اسحب اسحب شوف لك واحد من عمرك معي انا السلاح اللي يضرب عن بعد هو هاند عن بعد خش يا جيمر خش خش زي وليا مشكلة ماني قاعد ادمج زين خش خش لا اسمع لا 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 اطرحك روح والله قلت اضربك جاي جاي والله جاي طيران جاي طيران لا لا لازم لازم اضبط سلاحك لازم لا مو ضبط سلاحك انت ترفع ارفع ال ون هاند يب ضبطه وجيب لك سلاح كويس مين يوقف على 450 ارمي ارمي انا اخوك ارمي ارمي انا اخوك شباب كلكم وقفوا جنب محمود كلكم وقفوا جنب محمود اول ما يبي الدرع خذوه يا محمد في تحدي في تحدي بعد هذا مع مين مع ومين وليد. وليد ثلاثة ضد وليد ثلاثة ضد وليد انا واحد منهم عشان اعرف اذا حنزل على القناة ولا لا حنزل جوفاني جوفاني بس بعد اذنك بس انزل اعطيني ضربة واحدة كده على الماشي بعدين معك انت بعدين معك وينك انت هذا جنبك جنبك ضربة واحدة بس بس شكرا خلاص نطلع بس شكرا شكرا يقول لي ننزل تحدي باي باي حبيبي باي ما ابغى انفضح على القناه قفزة الاسد هرب هرب لا 200 دمج بس كيف افتح البي بي بي يا اخوان ادخل على الحرف اي الانفنتوري من على اليسار تشيل البيس البيس تمام سويتها يلا صوت كومبتيتيف طيب طيب مين مين حينزل ضد مين استنى 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 انكم تذبحوا مغربي هلا خلينا نسوي المعركه مين حينزل ضد مين مغربي ضد يلا مغربي ضد جوفاني اسمع عندي دروع ما عندي شيء ايش هاد يا غبي مين ضربني غبي هذا مو غبي لسه ما بديت لسه ضربني استنى يا استنى يا غلطان والله ما خرجكم بي في بي ابدا انتم هذا مغربي وهذا انا بيدي حد انزله بيدي نحشه نحشه عندنا معركه بين المغربي بطل افريقيا وعندنا الطرف الاخر جوفاني وليد بطل السعوديه حنعطيكم ضربه البدايه جاهزين شباب؟ يلا جاهزين؟ يلا جو وينك؟ روح الضربة كانت ثنائية جوفاني زي نزل دمه أكثر من مغربي مغربي طار دمه بضربتين من جوفاني بظهره عطاه ثنتين باك ستاب الله دم مغربي جاي يطير مغربي دم مغربي جاي يطير مغربي بدأ يستخدم طريقة الهروب الضربة الفاصلة شالوا بنص دم شالوا بنص دم ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف ما حد شاف نقطعها بالتصوير مغربي وراي مغربي وراي اخر اوه 1400 لا لا نزل
يقول حصل لا محمد وينه قومني قومني ضيع تلعب يا اخرب ضربته 1500 ضربني 3000 في بعض الناس بالكلان هذا ما يمزح معاهم يا اخي درعي ابوه ايش قلت له طيحني الثالث يلا اللي يجي بالجيل بو يطلع برا معاي انا 43 سهم اذا خلصوا خسرنا بعدين انزل انا بيطلع جوفاني مكاني انا وليد هو درعي طيب يلا يلا اللي يضل اخر حاجه هو الفايز ها فيعني ورطنا ورط خويك مو تقعد تهربوا بس ورطوا اوكي شوف واحد اثنين ثلاثه بديت انا جبنا واحد هذا اللي بالدرع يطلع برا لا ما جت جت فيك لا ما جت فيك الله كانت في رجلك هذول لابسين مهرجين مع بعض كلهم ما ينجابون الله 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 قد يورطوا بعض يو فوق راسك بس برا 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 انت مين البلع مغربي صح؟ ورطوا بعض انتوا اثنين الباقيين ما ينجد فيه؟ بلعت انا مين اللي فاز جوفاني ها؟ جوفاني اطيعك يا رولاد ايه يلا جو يلا جوفاني اطلع الجائزة 10 كبر انا حول لك اياها انا بغشش الليدر اي لابس الدبة طيب كويس علمت هذا غش هذا غش هذا غش الله شباب هذا اللي بتخبي ورا يطلع ما يصير لازم بالمنطقة العشبية الخضراء لا 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 يودي ما فيه جت فيها ما جت فيها ما شان يدمج جت فيك ما شان يدمج ما شان يدمج استخدم دروع بشرية جمع دروع بشرية علمت بالحركة النطاطة انا اسوي اول شيء ترى وين جاي تخبى ورا ديبي ورا ديبي جيب ديبي جيب ديبي خذ يمين جابني جابني انا اللي بلعت عليك 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 دارس حركاته ايوه برا انا برا ما محتاج بلعني زياده طيب باقي ويسبر وباقي بيبي اوكي مين اللي ما حد بلع لسه منكم ها؟ ما شاء الله على ديبي طارق هي ديبي ما شاء الله عليه شغال الله بركز عليها مدري ليش لا والله اصبر يلا اثنين جو اوه هذه تاخرت فيها مين اللي مسلخ؟ هذا احنا مسلخين قاعدين نتحدى بالفول انا فداها والله التفادي عندك ألف مشغل شرينجن ها الله مشغل شرينجن مين ديبي الله انت اللي مشغل شرينجن انت جبتك واحدة بس الآن جابني ردلي دمجك أعلى من دمجي بالبو 300 أي 300 479 300 البولار ما عندي البولار من البو البو حسب البو الماء هذه كيف ما جاتك هذه بس واحدة فرش لك يا حرام والله قربت تخلص اسامي انت ما حد موت انت كده والله هذه فوق اوف تخلص لازم يكون 7000 سهم عشان تخلص الدم يا رجل اليوم باقي واحد لا 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 ما باقي واحد باقي كثير اسهم يخلص اسهمك انت ان شاء الله انت شغال رشاش مو اسهم لا 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 سوسخ هذا غش هذا غش والله حبيبي خلص الترسم وش تسوي طبعا شباب انا ووليد طورنا او جوفاني طورنا الجلد بشكل كبير
طورنا المهارات، وصلنا الدم الى 50، القتال عن بعد 50، استخدام الاسلحه 52 والدرع 52، وصلنا بالبرودكشن كمان لفلناه عشان لفل الجلد شوب، وصلناه ليفل 4. جلد شوب حاليا يطلع لك اشياء اكثر من العاده، لو تشوفه عندنا نقدر نشتري باليستا، نقدر نشتري الراجمه، الفليم ثراور، كل هذه نقدر نشتريها طبعا مو بكوبر كوينز، تقدر تشتريها بمريت. المريت اللي هي عاد تسوي تجيبها من خلال مهماتك، من خلال لعبك في اللعبه، الاشياء اللي انت قاعد تسوي. بالإضافة إنه إحنا طورنا البوندري ماركر، وطورنا كمان الكمية اللي تقدر تبيعها، فيعني أنت حتجيب كمية فلوس أكثر من اللي أنت بتجيبها بالعادة. يعني أنت بالعادة ممكن تكون تجيب 5000، الآن تقدر تجيب 6000، واللي هو إنك أنت اللي تقدر تبيعه صار دبل. إحنا كنا نقدر نبيع أتوقع بحدود 200، أنت تقدر تبيع بحدود 350 إلى 400 حسب المدة اللي أنت ما بعد فيها. طيب شباب، هذه آخر خطوة الآن حنسويها هنا بالعرب، اللي حناخذها بكرة معنا في البث تكون جهزت، واللي هي انه هنحط فيها حكة الحرارة، بس ما حطها الان، هستنى البكرة لانه ممكن نغير وجهتنا حسب، ممكن تكون المنطقة الصحراء او منطقة المستنقعات، فهنحدد هذا الموضوع بكرة. بس انا جهزت هذه على حالة انه لو حنطلع المنطقة الجليدية تكون موجودة، لانه هي اصعب مكان في اللعبة، او ممكن حتى انه نروح على منطقة المستنقعات واللي هي تكون اصعب من ناحية الحيوانات. طيب لين نكون وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى يكون عجبك. صح انه الديكلير وور ما ضبط معانا، والحرب ضد الترايبل الاصفر ما ضبط معانا، بس عوضناها بي 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 وشوية متعة مع اعضاء الكلان حقنا. اذا عجبك المقطع اعطيني لايك، اذا ما عجبك اعطيني ديسلايك، بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك، ولا تنسى تدعمني باشتراكك. نهاية المقطع بقولكم في امان الله.